الاستيفاء كمان بيخترع على السله، ممتازه ممتازه هالحركه يا الي. استمر لجاي يونغ بلاد بياخذ التسديد الثلاثيه وبيسجل عن الارك جاي يونغ بلاد. كلي تاكر جاد بيطار بيعمل سكرين بياخذ التسديد جيرون بيسجل اولى نقاطه بالجيم. جاي عم ياخذ تسديده ثلاثيه بيسجل جاي يونغ بلاد. كنعان علي كنعان بيعمل موف وطارق العموري بيخطف الاوفنسيف ريباوند وبيسجل اخر ثواني الكوارتر الاول. كمان جاي بيخترق وبيسجل جاي يونغ بلاد. رودريك طبعا تبرم طارق العموري كمان بياخذ التسديده من المسافه المتوسطه بيسجل العموري. جيرون عم يدافع عليه طارق العموري. جيرون جونسون بيلعب على السلة وبيسجل جيرون. ترى جيرون جونسون جيرون عم ياخذ تسديد المحل بعيد من محل بعيد بيسجل نقطة السابعة. ماكي كمان بيعمل درايف على السلة اند ون لترافيس ماكي. جاي بيطلع الطابة لبرا عند العال يلي بياخذ تسديد ثلاثية وبيسجل رودريك. ليه الخطأ ترافيس ماكي. جاي يونغ بلاد بياخذ تسديد بيسجل نقطتين بيقول الحكم. كمان مقطوعة من دفاع بيبلوس تمريرة طويلة لقدام بتوصل لكلي تاكر ايبي بيسجل ملا فاست بريك ميس. حيالله الرياضة وعصب كرة السلة لازم يبقى، بس لازم الجمهور اكيد يتجازى بغير طريقة. دي ستيفان لجيرون. جيرون بياخذ تسديد الثلاثية بيسجل عن الارك نقطة. جيرون بيخترق بيخترق جيرون جونسون بيسجل جيرون نقطة ال 15 بالمباراة وجمهور. جاي يونغ بلاد ايبي بيختار لا 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 ايبي ما معقوله بل تحت السلة جيرون بايده الشمال بينجح بالمحاولة جيرون جون فريق الويزي. جاي يونغ بلاد مش معقولة مش معقولة. اخر ثواني الكوارتر الثالث. جاي يونغ بلاد تمريرة كانت صعبة من رودريك تمريرة توصل لجيرون. جيرون جونسون على السلة بيسجل بايده الشمال من الديفنس طبعا تبرم رودريك بفضيلة جاي بياخذ المحاولة الثلاثية وبيسجل رينج ما بينجح بالمحاولة. الريباوند كمان هجومي لايبي هالمرة عن الارك بيسجل ايبي. خلال نزهة لطارق العموري تحت السلة يلي عم ينجح كمان بالتسجيل.